بسم الله، معكم عمر سليم. ونكمل التطبيقات اللي شغالة في الأوجمانتد ريالتي اللي هي الواقع التعددي، بحيث إن أنا أبقى شايف جزء من الواقع ومع جزء من الحاجات المعلومات الداتا الديجيتال. تمام، دي إن أنا أحط كل المعلومات بتاعتي والصور والتليفون والمواقع الفيسبوك وتويتر واللينكد إن وكل الحاجات ديت في رمز معين. اول ما الموبايل بيشوفه، لو انا بستخدم البرنامج او التطبيق اللي اسمه زبر، تمام، هو الموقع اسمه زاب كود كرييتور. اقول له انا عايز اعمل حاجه خاصه بيا، بيقول لي عايز تسميها ايه، فاقول له مثلا او اس 1، عايز بالشكل دوت ولا بالشكل دوت، اي شكل فيهم. طيب عايز تعمل انا واحده فيهم، هل زبر ستوديو ولا برو اديتور ولا ويجت؟ خلينا نبدأ بويجت اللي هي السهلة، أقول له كرييت، فبيقول لي ماشي مفيش مشكلة خالص. كليك تو اديت، هبدأ أدخل معلومات لأن كده اتعمل لي رمز بس فاضي. فأقول له مثلا أنا عايز أحط صورة مثلا ايمج، أو أحط فوتو ألبوم، أدخل كذا صورة، أحط مثلا الصورة ديت. اقول له انا عايز احط كونتاكت، تمام، هبدا اديله المعلومات بتاعتي، الويب سايت، الفيسبوك، التويتر، اليوتيوب، اللينكد ان، تمام. ممكن انا ارفع صوره، اي صوره، واقول له كرييت كونتاكت، تمام. ممكن احط كالندر، احط ويب لينك زي ما انا عايز، ماشي. ممكن احط الوان، هقول له دلوقتي بابلشر، واقول له بريفيو، بريفيو بيجيب لي الرمز. الرمز دوت اول ما اشغل التطبيق بتاعي هيبدأ يلقط. خلينا نشغل التطبيق. احنا كده شغلنا التطبيق، مجرد ان انا هوجهه للشاشة هو بيبدأ يلقط الرمز دوت، وبيبدأ يحول الرمز دوت لمعلومات. فبدأ يظهر لي انت عايز الصورة ولا عايز تظهر ديت. ممكن اقول له انا عايز الصورة، او اقول له اديني الكارت. كارت بيقول لي ده الايميل، ممكن تتصل بالتليفون، ممكن تسافه عندك زي ما انت عايز. تمام، ده مثال للتقنية، والتقنية كويسة جدا، ونتمنى الجميع يستفادوا منها.